السلام عليكم، أنا الدكتورة مروة حسن بكر. إن شاء الله المحاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده واحد من الفور بيزك تيشو اوف ذا بودي. ايه هما الفور بيزك تيشو؟ اللي هو الكونكتيف تيشو، الابيثيليال، الماسكولار، النيرفر. والدايجرام ده بيوضح لنا الاربع انواع بتوع البيزك تيشوز اوف ذا بودي. الفانكشنز بتاعت الكونكتيف تيشو: it concerns connecting the cells of any tissue together and holding the tissues together and in their places. تاني حاجة gives the body its force. تالت حاجة provides means through which nutrients are transported from capillaries that lie in the intercellular substance to the cells of other tissues. رابع حاجة it has a role in defense mechanism and immunity. هنتكلم بقى عن الـ classification of connective tissues. أول حاجة عندي connective tissue proper، وده بيشمل الـ loose أو الـ irregular connective tissue، الـ dense connective tissue. والـ dense connective tissue دي بتشمل الـ dense irregular connective tissue والـ dense regular connective tissue. الـ dense regular connective tissue دي بتشمل الـ collagenous, elastic, reticular tissue and adipose tissue. تاني نوع عندنا الامبريونيك كونكتيف تيشوز، ودي بتشمل الميزنكايمال كونكتيف تيشو والميوكاس كونكتيف تيشو. النوع الثالث سبيشاليز كونكتيف تيشو، وده بيشمل الكارتج والبون والبلاد. هنتكلم بعد كده على الاستراكشر اوف كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو ده بيشمل حاجتين، اكسترا سيلولار ماتريكس اند كونكتيف تيشو سيلز. الاكسترا سيلولار ماتريكس ده بيشمل الجراوند سبستانس والحاجه الثانيه الفايبرز. الدايجرام ده بيوضح لنا الاستراكشرز بتاع الكونكتيف تيشو. هنلاقي الاكسترا سيلولار ماتريكس اول حاجه، وده بيشمل الجراوند سبستانس وبيشمل الفايبرز بتاعتنا، والحاجه الثانيه اللي هي ايه السيلز اللي موجوده. ده شكل اللوز كونكتيف تيشو او الاريولا كونكتيف تيشو تحت الميكروسكوب. اللي باين هنا في الصوره دي عندي اللي هي الفايبرز، انواع الفايبرز المختلفه، وباين عندي ايه الانواع بتاعه الخلايا اللي بتكون الكونكتيف تيشو. طب هنتكلم على الكونكتيف تيشو فايبرز. في عندي ثلاث انواع من الكونكتيف تيشو فايبرز: الكولاجينيك او الوايت فايبرز، ثاني حاجه الالاستيك او اليرو فايبرز، الحاجة الثالثة الريتيكولار فايبرز. هنتكلم عن أول نوع من الفايبرز اللي هو الكولاجين أو الوايت فايبرز. Are colorless elongated or wavy bundles which are composed of non-branching small fibers having longitudinal striation composed of a protein بنقول عليه اسمه الكولاجين. They are acidophilic thus staining the pink with methoxylene and eosin stain وبياخدوا لون البلو والمالوري ستين. The functions of collagen fiber, they provide strength to the tissue. دي صورة السلايد تحت الميكروسكوب بتوضح لي شكل الكولاجين باندل، والأسهم بتشاور هنا على النواة بتاعت خلية هناخدها بعد كده اسمها الفايبروبلاست. There are six major types of collagen fibers. Type 1 ده بيبقى موجود في connective tissue proper bone, dentin and cementum. Type 2 بيبقى موجود في hyaline and elastic cartilage. Type 3 in reticular fibers. Type 4 بلاقيه في اللامينا دنسا of the basal lamina. Type 5 associated with type 1 collagen and in the placenta. Type 7 attaching the basal lamina to the underlying lamina reticularis. طيب الالكترومايكروسكوبيك appearance بتاعت collagen fibers. Trophocollagen molecules aggregate and become packed together to form fibrils. Collagen fibrils are thin, elongating, having transverse striation due to alternative dark and light bands. Striations are caused by the regular overlapping arrangement of the collagen molecule subunit. ده تحت في الصورة بتاعت الالكتروميكروسكوب بتوضح لي شكل الكولاجين باندل، بنلاقي فيها حاجات لونها غامق اللي هي الدارك باند، وحاجات افتح اللي هي اللايت باند.
ده برضو دايجرام بيوضح لي الاوفرلابنج بتاعه المولكيول وبيوضح لي شكل الكولاجين فايبرين وازاي المولكيول بتبقى اوفرلابنج وبتعمل لي القصه اللي احنا قلناها بتاعه الالترناتيف دارك اند لايت باند. هنتكلم على تاني نوع من الفايبرز اللي هي الالاستيك او ليرو فايبرز. These are long thin fibers بتختلف بقى عن الكولاجين فايبرز ان هي have no longitudinal striation. بتتكون mainly من بروتين الاستين. They branch and may unit to form a regular network. الالاستيك فايبرز mainly بتبقى formed from the smooth muscle cells particularly in the wall of the blood vessels. Functions of elastic fibers, they provide elasticity and strength to the tissue. The structures بتاعها with light microscope, they are stained weak acidophilic by hematoxylin and eosine. They are well demonstrated with orthine stain where they take a dark brown color. With electron microscope, elastic fibers consist of an amorphous central region of elastin surrounded by a sheath of fibrils. There is no periodicity in elastic fibers يعني بتختلف قلنا عن collagen fibers and هي has no cross striations. دي صورة بقى بالالكترون مايكروسكوب للالاستيك فايبرز بلاقي الجزء الاسود الغامق ده اللي هو عبارة عن الامورفس سنترال ريجون اوف الاستين وبتبقى حواليه الحاجات البسيطة دي اللي هي الشيث اوف فايبرز. ثالث نوع عندنا من الفايبرز اللي هو reticular fibers. They are fine fibers arranged in the form of network. The structures بتاعها with light microscope they are not visible in hematoxylin and eosine preparation but they can be demonstrated well with silver stain وبتاخد البلاك كولر. التو سلايد دول بيوضحوا لي شكل الريتيكولار فايبر بلايت مايكروسكوب بتظهر على شكل النتورك. With electron microscope الريتيكولار فايبر بتبقى عبارة عن immature collagen fibers. Reticular fibers are formed of fibrils 16 nanometer in diameter and have periodicity typical of collagen fibers يعني بتبان فيها alternative dark and light bands. The function of reticular fibers, they provide a network around the cells of the parenchymal organs and form a framework of the organs. هنتكلم عن تاني حاجة في مكونات الإكسترا سيلولار ماتريكس اللي هو الجراوند سبستانس اوف كونكتيف تيشو. الجراوند سبستانس ده بيتكون من ايه؟ مينلي هياليورونيك اسيد، سلفيتد اسيديك ميوكوبوليساكرايدز which are stained blue with hematoxylin and eosine، جلايكوبروتين its function in attaching cells to fibers، soluble proteins of the matrix which are the precursor of collagen fibers and the plasma protein that leak from blood capillaries. It is a transparent and stain weakly basophilic. خامس حاجة water أو tissue fluid. It is the medium through which cells take nutrients and oxygen. Water is removed during preparation and its sites appear as empty spaces. ده معناها إن هي not stained with hematoxylin and eosine. Thus loose connective tissue is called areolar connective tissue. With electron microscope, the ground substance بتبقى appear as empty or containing fine granular material. بتملأ the spaces between the collagen and elastic fibers and surrounded the fibroblast cells and its processes. طب ايه هي بقى function of ground substance? Transport nutrients and oxygen from capillaries to other tissues by diffusion through the tissue fluid in the intercellular substance. هنتكلم عن تاني حاجة من مكونات الكونكتيف تيشو اللي هي الكونكتيف تيشو فيلز. احنا اتكلمنا عن الاكسترا سيلولار ماتريكس وقلنا ان هو كان بيشمل الجراوند سبستانس والكونكتيف تيشو فيبرز. هنتكلم بعد كده على الكونكتيف تيشو سيلز. الكونكتيف تيشو سيلز انا في عندي نوعين اما ان هي فيكسد سيلز او فري سيلز. الفيكسد سيلز دي بتشمل الفايبروبلاست الفات سيلز الميزنكايمال سيلز. الفري سيلز دي بتشمل الماكروفاج الماست سيل البلازما سيلز الليكوسايت فورين بادي جاينت سيلز. هنتكلم اول حاجه عن الفيكسد سيلز. اول نوع في الفيكسد سيلز اللي هي الميزنكايمال سيلز.
These are branched cells with pale basophilic cytoplasm. The functions give rise to any other types of connective tissue cells. ودي صورة للميزنكايمال cells. ببص عليها ليه ان هي branching cells. السيتوبلازم بتاعها بيبقى pale basophilic cytoplasm. ثاني نوع من الخلايا الفيكسد سيلز اللي هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست الاوريجين بتاعتها ان الميزنكايمال cells divided and differentiate into fibroblasts which are active young cells. After getting old, the fibroblasts are called, بسميها fibrocytes. الفايبروسايت او الاولد فايبروبلاست دي عبارة عن flat cells with very little pale acidophilic cytoplasm around the flattened or oval nuclei with prominent nucleoli. ودي صورة لشكل الخلية. قلنا ان هي بتبقى flat cells with little acidophilic cytoplasm. بيبقى موجود حوالين النيوكليوس بتاعتها flattened او oval nuclei وليها prominent nucleoli. طيب احنا قلنا الاستراكشرز بتاعه الادلت فايبروبلاست. هنتكلم على الاكتيف يونج سيلز ودي appear as branched cells with abundant basophilic cytoplasm and oval pale nucleus with prominent nucleus. ودي two slides لشكل الفايبروبلاست تحت الميكروسكوب. بلاقي ان هي بتاخد البيزوفيليك سيتوبلازم والنيوكليس بتاعتها بتبقى appear oval pale nucleus. ودول برضو two diagram. واحدة فيهم لشكل اللي هي من فوق دي اللي هي بتبقى old fibroblast واللي تحت اللي بيبقى شكل young fibroblast. بالإلكترون مايكروسكوب لقوا ان fibroblast contain numerous rough endoplasmic reticulum, well-developed Golgi, ribosomes, mitochondria, transpale vesicles ودي بتبقى present ما بين rough endoplasmic reticulum and the Golgi, secretory vesicles ودي بتبقى موجودة ما بين Golgi and the cell surface. دي دياجرام للالكترون مايكروسكوب بتاع شكل الفايبروبلاست بيوضح شكل ادي النيوكليوس وفيها برضو واضح البروميننت نيوكليولس ميتوكوندريا فيها ار اي ار. بلاقي عندي الترانسفير فيزيكلز اللي بتبقى موجوده ما بين الرف اندوبلازميك ريتيكولم والجولجي وبلاقي عندي برضو السكريتوري جرانيولز اللي بتبقى موجوده ما بين الجولجي وما بين السيرفس. طب الفانكشن بتاعه الفايبروبلاست فورميشن اوف بوث كومبوننت of the intercellular substance. They secrete tropocollagen of collagen fiber, secretion of mucopolysaccharides بتاع الماتريكس, secretion of elastin of elastic fibers, repair of wounds. ثالث خلية هنتكلم عنها اللي هي الفات أو الأديبوستين أو الأديبوسايت. They are present singly or in groups. الأوريجين بتاعها الفات سيلز developed from fibroblasts at sites which accumulate fat. Whereas in developing sites they are formed from mesenchymal cells. The mother cells, سواء كان fibroblast or mesenchymal cells, accumulate small fat droplets in each two pool. Then the small droplets of fat unite and form a single large droplet, which pushes the nucleus to one side. وده دايجرام بيوضح لي ادي الميزنكايمال سيلز وازاي بعد كده بتتكون الفات سيلز وادي السنجل رينج ابييرنس بتاعتها. الاستراكشرز بتاعه الفات سيلز باللايت مايكروسكوب الفات ديسولفد ان هيماتوكسيلين اند ليوسين بريباريشن. سو فات سيلز ابيير ات امبتي سبيسز which have single ring appearance due to peripheral nucleus and thin remnant cytoplasm. الابيرنس ده بيبقى فيه كاركترستكس للفات سيلز. عشان اشوف الفات نفسه بعمل ستيند ويز سودان بلاك ستين. ادي صورتين للفات سيلز واحده مصبوغه بالهيماتوكسين واليوسين وواحده مصبوغه بسودان بلاك. اللي مصبوغه بالهيماتوكسين واليوسين بلاقي ان هي بتبان زي ما تكون خليه فاضيه النواه موجوده على جنب وبلاقي فيريسن ريم من السايتوبلازم. فبتدي شكل السنجل ترينج ابيرنس. المصبوغة بالسودان بلاك ستين بلاقي ان بتصبغ الفات نفسه بلاقي بياخد اللون الاسود. كده احنا خلصنا الفيكسد سيلز. هنتكلم تاني حاجة عن الفري سيلز. الفري سيلز اول حاجة نوع عندي البلازما سيلز. الاوريجين البلازما سيلز differ from other connective tissue cells in that they are not developed from mesenchymal cells.
They arise from beta lymphocytes that enter the loose connective tissue from the bloodstream. Blood microscope, they are spherical when present free, angular when compressed beside other cells. The nucleus بتاعتها بتبقى eccentric in position, have a coarse pattern of heterochromatin. وده بيبقى characteristic ليها الشكل بتاع clock face chromatin. The cytoplasm is intensely basophilic except at an area close to the nucleus. والأريا دي بتبان pale وبتمثل a site of Golgi apparatus and centriole. فدايما بيسموها a negative Golgi area. الصور دي بتوضح لي شكل البلازما سيل تحت الميكروسكوب. بلاقي ادي النواه بتاعتها اكسنتريك وبلاقي في اريا بحته كده حوالين النيوكليوس دي الاريا بتاعه النيجاتيف جولجي ريجون. بالالكترون مايكروسكوب البلازما سيلز بتحتوي على نيوميرات رابند بلازميك ريتيكولوم فري رايبوزوم والديفلوبد جولجي لوكيتد بيسايد النيوكليوس. وفي الريجونز دي في بير اوف سنتريول السيتوبلازم بتاعها لو في برضه في ميتوكوندريا secretory vesicles containing immunoglobulin. ده الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب دايجرام ليه. اللي فوق ده بيوضح اللايت مايكروسكوب للبلازما سيل والاريا البيضاء دي مكان الجولجي والتو بير من السنتريول هنا مرسومين. الدايجرام اللي تحت شكل الالكترون مايكروسكوب بتاعت البلازما سيل كاركترستيك بقى واضح قوي شكل الكروماتين الكلوك فيس بتاع الكروماتين وبوضح برضه شكل ادي الجولجي وفي نص بلاقي البيرمنال سنتريول. السيتوبلازم بتاع البلازما سيلز ساعات بيلاقوا فيه راوندد اسيدوفيليك بادز بيقولوا عليها الراسل بادز. These bodies are larger than secretory vesicles and represent accumulation of secretion. لما بتبقى موجودة ده معناها ان في beginning of degeneration في البلازما سيلز. وده شكل الراس المادي في الصورة دي بلاقي فيه secretory vesicles كبيرة موجودة فيها. ده شكل الراس البادي. The function of plasma cells formation of antibodies. So they provide immunity after exposure to any antigen. هنتكلم بعد كده على الماست سيلز. الماست سيلز the largest of the three cells of the connective tissue. The cells are rounded or spindle shape, present in group around the blood vessels. Unlike a microscope, لو ان الماست سيلز النيوكليوس بتاعتها بتبقى rounded and central position. السيتوبلازم بتاعها مليان بالبيزوفيليك جرانيولز اللي ممكن تغطي على النواة. The granules contain heparin and histamine. Granules are only seen after staining with tronodium blue where they stain metachromatic. They stain purple to red. وده شكلها تحت الميكروسكوب. ادي ان هو سنترال ان بوزيشن بلاقي السيتوبلازم مليان بالبيزوفيليك جرانيولز. بالالكترون مايكروسكوب الماست سيلز هاف سيفرال ميتوكوندريا فيو سيسترني من ال RER سمول جولجي كومبلكس. كاركترستيك ليها الجرانيولز بتبقى variable in size and irregular in outline. ده شكل الماست سيل بالالكترون مايكروسكوب بلاقي واضح فيها الجرانيولز وان هي بتبقى مختلفه في الحجم وليها irregular outline. الفانكشنز بتاعت الماست سيل اول حاجه secretion of heparin and histamine. احنا عارفين ان الهيبارين ده بيبقى انتي كواجولانت. الهيستامين responsible for the symptoms and sign of anaphylactic reaction. تاني function release of chemical mediators as immediate hypersensitivity factor which may cause anaphylactic shock. تالت نوع هنتكلم عليه من ال free cells الماكروفيجز. Its origin from mesenchymal cells in prenatal life. في ال postnatal life بتبقى جاية from monocytes which come to loose connective tissue from the blood. The function phagocytosis of foreign materials. They are the big eaters. The structure that the macrophage with light microscope it has oval shape when present free and elongated or angular when it is compressed by other tissues. Its surface has microvilli and folds. It has eccentric condensed nucleus which is indented.
its convex surface is directed outward. والصورة دي باللايت مايكروسكوب بتوضح لي شكل الماكروفاج، هي حرف الام ده. بلاقي شكل الخلية زي ما وصفناها ان اللي بيبقى ليها كوندنس نيوكليوس وبتبقى اندنتد وبيبقى ليها convex surface directed upward. They are seen in organs such as liver, spleen, bone marrow and lymph node. With electron microscope, the macrophages are characterized by numerous phagocytosed particles, أو بقول عليها phagosomes, residual bodies, multivesicular bodies, together with numerous lysosomes. بلاقي برضو few cisternae of RERs, prominent topological complex are also present. دي صورة أو diagram للإلكترون مايكروسكوب، بلاقي النيوكليس بتاعتها تبقى إكسنتريك، بشوف برضو فيها وجود اللايزوزومز، الريزيزوال بوديز، وكاركترستيك ليها قلنا اللي هي الفاجوزومز. دي صورة بالإلكترون مايكروسكوب للماكروفاج، حرف ال L ده بيدل على وجود اللايزوزومز. ولو خدنا بالنا بنلاقي الاوت لاين بتاعي الريجولار ده بيمثل المايكروفيلاي اللي بتبقى موجوده فيها. النوع اللي بعد كده من الفيلي سيلز، عندي حاجه اسمها الفورين بادي جاينت سيلز. الاوريجين بتاعها اوريجينيت من ا فورين ماتيريال از تو لارج تو بي فاجوسايتوزد باي ذا ماكروفاج. ذا فيوجن اوف تو اور مور ماكروفاج اور مونوسايت فورم ا لارج سيل ويز تو اور مور نيوكليوي which can engulf the large foreign particle. The giant cells are common in tuberculosis because tubercle bacilli form large particles of this tissue. دي صورة بلايت مايكروسكوب بتوضح لي الفورين بادي جاينت سيلز. لو خدنا بالنا بلاقي ان النيوكليوس بتاعتها عددها كبير جدا. اخر نوع عندنا من الفري سيلز اللي هو الليكوسايت. A loose connective tissue may contain some leukocytes under different conditions to serve various functions. The leukocytes migrate from the bloodstream into the loose connective tissue. يا رب المحاضرة تكون عجبتكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.